يعني طبعا في اقبال على العقارات بشكل عام، وبالنسبه للقطاع بالنسبه لبالم هيلز نفسها، انه يمكن اكبر مشروعين عندنا او اكبر مشروع هو باديه. النهارده مبيعات باديه في نمو ملحوظ جدا، وتخطت 50% من مبيعات بالم هيلز. باديه طبعا تعتبر اكبر مشاريعنا، وهي مدينه في حد ذاتها، وابتدينا نخش في مرحله التسليمات. السنوات اللي قبل كده كان يمكن مشروع ولسه في مرحلة إنشاء، إنما ما ابتدينا نخش في مرحلة التسليمات والناس قادرة تشوف المكان وهو بيسكن، فده طبعا بيدي دفعة للمبيعات بشكل ملحوظ. طيب قد ايه عدد الوحدات اللي تم تسليمها بالربع الثاني يعني استاذ حازم، وقد ايه متوقعين حتى نهاية العام باستكمال المشروع يكون في وحدات متاحة؟ احنا في النصف الاول يمكن سلمنا حوالي 500 وحده، بس التسليمات بتاعتنا احنا بنعملها في فترات متزامنه مع بعض، فيمكن الرقم ده هيتضاعف بشكل ملحوظ بالنسبه للنص الثاني. يعني عايزين نوصل ل 1500 وحده من التسليمات بالنسبه للسنه دي، فالنص الثاني ان شاء الله هنتخطى 1000 وحده من التسليمات. نعم، قد ايه اختلفت الأسعار عندكم أستاذ حازم بهاي الفترة للوحدات بحكم الارتفاع بالتكلفة أيضا، سواء بمواد الإنشاء أو بحكم التحرك اللي صار بسعر الصرف؟ صحيح، يعني فاحنا بس عندنا ناحيتين، في جزء ان هو في تحرك في سعر الصرف وتكلفة الانشاءات، بس في جزء تاني ان المكون الارض نفسها، لان سعر الارض ثابت، لان دي ارض تم الاستحواذ عليها من سنوات كتيرة، فكل تحرك في السعر في التكلفة بيقابله تحرك في السعر، ولكن بيقابله فايدة في نسبة الأرباح اللي بعملها على مكون الأرض في المنتج اللي أنا ببيعه، سواء كان شقق أو فيلات. فطبعا الهوامش في الحاجات اللي بيتم تسليمها دلوقتي، لأنها مرتبطة بمبيعات حصلت من عدة سنوات، فالهوامش دي تم تآكلها، ولكن النهارده بعمل هوامش ربحيه اعلى في المبيعات اللي هي بعد تحريك سعر البيع. نعم احنا في خلال السنه اللي فاتت يمكن زودنا اسعار بيعنا على حسب المشروع، يعني المشاريع بتختلف من مشروع لاخر، ولكن من 60 ل 70%. وهذا هاي الزيادة حتستمر بحكم الوضع الحالي لسعر الصرف أستاذ حازم؟ والله الزيادة هو اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا طبعا بنراقب بشكل يعني شبه يومي التحرك في اسعار الانشاء وفي اسعار الفايدة، وبالتالي بيترتب عليها تكلفتنا، وبنحاول نحرك سعر البيع بشكل ان هو يخلينا نتخطى التكلفة الزيادة دي. وزي ما قلت عندنا طبعا البفر بتاع انه سعر الارض، من ان ما بيحصل زيادة في سعر البيع، سعر الارض بيبقى ثابت، فبيحصل فيه نسبة أرباح اللي هي بنحاول نتقاسمها مع العميل. يعني نعم، حاليا قد ايه مخزون الاراضي لدى الشركه، وقد ايه حجم المساحات اللي عم بيتم تطويرها من مجمل المخزون؟ احنا مخزون الأراضي يعني حوالي يعني يفوق ال 25 مليون متر. احنا بنحاول نطور النهارده يمكن الرقم الأكثر، ان احنا طلعنا بحجم انشاءاتنا السنه اللي فاتت كان 3.8 من 10 مليار جنيه، السنه دي في الوسط في النصف الاول فقط صارفين قد اللي احنا صرفناه السنه اللي فاتت في الانشاءات، وغالبا هنوصل في اخر السنه ليمكن حوالي 5.5 مليار جنيه انشاءات، اللي هي بتمكننا ان احنا زي ما بنقول ريليس فروم كونستراكشن، يكون عندنا 2500 وحده السنه دي بس جاهزة للتسليم. بالإضافة لكده عندنا مخزون بنسميه ريدي تو موف، أو وحدات جاهزة للتسليم ولكن لم يتم بيعها، ده بنستخدمه كنوع من التحوط أو الهيدج للزيادة في الأسعار. حجم المخزون ده عندنا النهاردة حوالي 3.3 من 10 مليار جنيه. نعم، طيب انتوا لجأتوا لإصدار سندات توريق مؤخرا، يمكن بالشهر الماضي تحديدا أستاذ حازم، يعني هل هذا الإصدار بالنسبة لسندات التوريق هو متعلق أيضا بارتفاع تكلفة التمويل، وكيف عم تستخدموا أيضا حصيلة هذه السندات؟
احنا بن بن يعني دورة رأس المال عندنا هو ان احنا بنبتدي يعني بنشتغل بالتمويل الذاتي والتحصيلات اللي بنعملها من العملاء عشان نخلص عملية الإنشاء. بنحاول بقدر الإمكان مع تسليم الوحدات التي تم تسليمها ان انا اصدر لها سندات توريق للمتبقي ليها، واستخدم الحصيله دي في ان انا اسرع وتيره الانشاء. يعني في النهارده السنه اللي فاتت احنا بايعين ب 26 مليار جنيه، السنه دي بايعين بقرابه ال 20 مليار جنيه في النصف الاول فقط. ان شاء الله لو كملنا بالوتيره دي يمكن نعدي 35 مليار جنيه مبيعات. فطبعا محتاجه ان انا اعلي وتيره الانشاء بتاعتي بشكل يتناسب مع زيادتي في المبيعات. فبستخدم من الحاجات الأساسية اللي بستخدمها هو إصدار سندات توريق. يمكن احنا لحد النهاردة عملنا إصدارين بإجمالي مليار و100 مليون. أظن من هنا لآخر السنة، لآخر سنة 23، يمكن هنعمل حوالي مليار جنيه تاني من الإصدارات، نعم، إصدارات توريق. يعني لن تلجأوا لعمليات الاقتراض من البنوك خلال هاي الفترة؟ لا طبعا بالتوازي بنلجأ لعمليات الاقتراض على المشاريع. يعني عندنا بروجكت فاينانس موجود على كل مشروع اللي هو بيعمل الجزء الاول، لان احنا المشاريع عندنا مقسمه الى مراحل، فكل مرحله بتبتدي في الجزء الاول بتمويل ذاتي وعمليه اقراض، وبعد كده حتى ان يتم تسليم الوحدات بعد كده بلجأ لسندات التوريق عشان استخدم ان انا اقدر اواكب السرعه في الزياده في المبيعات بتاعتي. طيب، الاستحواذات، لا، ما زال عندكم عملية تقييم حصة المنصور المغربي والتنمية بشركة السادس أكتوبر أيضا أستاذ حازم، وين وصلتوا بعملية الاستحواذ والشراء، وهل حنشوف عملية توجه لاستحواذات قادمة أيضا؟ لا دي حصة أقلية في شركة بتدير فنادق، يمكن تحتيها حوالي 700 غرفة فندقية موجودين في شرم الشيخ وفي القاهرة. فدي حصة أقلية لشركة احنا اوريدي بنملك فيها حصة أغلبية. فاحنا كجزء من اتجاهنا ان احنا نحاول نعظم الـ الأنشطة اللي هي فيها ربح متكرر، ومع زيادة السياحة على مصر فإحنا بنستحوذ على بنرفع حصتنا في شركة ماكور للفنادق، بالإضافة إلى أن إحنا يمكن في كل مشاريعنا الجديدة دلوقتي بصدد إنشاء فنادق هدفها أن هو أن إحنا نعظم نستغل النجاح اللي حاصل في قطاع السياحة في مصر، ونعظم الأنشطة اللي هي بتجيب دخل متكرر للشركة. بس قديش مستهدفين يعني من القطاع الفندقي سيد حازم من ضمن إيرادات الشركة ككل؟ يعني احنا مستهدفين ان احنا ان شاء الله نبني ان احنا نعدي 10% من ايراداتنا تكون جايه من ايرادات مستمرة. الرقم ده النهاردة أو في بحلول آخر السنة دي ممكن يكون 6-7%. فالهدف إن احنا يمكن نعليه في ال3 سنين الجايين بحوالي 40% عشان يتخطى 10% من إيرادنا، يبقى جاي من حاجة مستدامة، وأغلبيته هيجي من إنشاء فنادق في مشاريعنا الجديدة سواء في الساحل الشمالي أو في القاهرة هنا، أو برضو بعض عمليات الوحدات التجارية في مشاريعنا اللي بيتم ليسنج أو إيجارها. طيب، بدي أسألك أخيرا عن التوزيعات، لأنه أيضا بعض الشركات الآن عم بتحاول أنه تحتفظ بالكاش فلو حتى تكمل المشاريع. أستاذ حازم، شو السياسة اليوم بالنسبة لبالم هيلز؟ السياسة زي هي سياسة غالبا العالم كله النهاردة، إن في ظل الضبابية اللي موجودة وفي ظل الزيادة السريعة في التكلفة، إن احنا نحتفظ بالكاش لحد لما يبقى عندنا رؤية واضحة للمستقبل ونقدر ناخد قرارات. بس غير كده طبعا لازم نتحور ونحتفظ بالسيولة اللي موجودة لحد لما بس الظروف الصعبة اللي العالم بيمر بيها دي تعدي. نشكرك سيد حازم بدران الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز على كل هذه التفاصيل.